Okay. So احنا we saw question 1, 3, 4 وباقي لنا 2 و 5. So بس question 2 بتقول معطيتنا function وبتحكي لنا انه it's a function of x, يعني ال x ال big x هي عندنا المتغير ال variable, وبتقولنا انه find the gradient of f. فطبعا المتغير الوحيد هو ال x. بنلاحظ انه عندنا x بال بدي اشوف اذا واضح. بنلاحظ انه عندنا x بالنيوميريتر مرتين وبالدينومينيتر وكمان هون. فهون اكيد رح نستخدم الكوشنت رول وهون اكيد رح نستخدم البرودكت رول. هلا انا I didn't know what exactly the product rule, how it applies for matrices. اكيد احنا عارفينها من المدرسة او من الجامعة. Wait. الرول تاعتنا اللي هي اوكي اللي هي اف على جي برايم تعطينا اف على جي برايم تعطينا اف برايم جي ماينس جي برايم اف على جي سكوير. وبنعرف انه اف جي برايم تعطينا اف برايم جي بلس جي برايم اف. واحنا عندنا نفس النظام. في عندنا اول شيء كوشنت رول. رح نعمل كوشنت رول اوكي مع بعض. اف برايم تساوي رح نقول انه اللي فوق هو الاف واللي تحت هو الجي. سو قلنا اف برايم اللي هي معلش عشان سبيس اكس ترانسبوز اي اكس برايم هاي هي اللي فوق ضرب اللي تحت اللي هي بي ترانسبوز اكس ناقص اللي تحت برايم بي ترانسبوز اكس برايم مضروبة باللي فوق نفس ما هي اللي هي x transpose a x على g square اللي هي ال denominator p t x square. اوكي هلأ عشان نحسب هاي further لازم نعمل ال product rule هون هون, لانه هون بدنا نحسب ال prime تبع product. لان ليش؟ لانه عندنا هون x عندنا هون x. هلا انا فتحت السلايدات ولقيت صح نسينا ال بلس عندنا بالتكمله بلس x ترانسبوز q برايم. طبعا هاي سهله كتير, الجواب حيكون بس q لانه المتغير هو الاكس, ولما نعمل الديريفاتيف على x الاكس بتروح وبضل عندنا ال q. طيب انا فتحت السلايدات وشفت انه عنا سويتها كوبي بيست. كاتب الدكتور البرودكت رول الجريدينت تبع اكس ترانسبوز بي اكس. هون عنا اكس وهون عنا اكس. نستخدم البرودكت رول بتساوي الجريدينت تبع اكس الاولى ترانسبوز بي اكس بلس الجريدينت تبع x ترانسبوز p x الثانية. Okay. هلأ احنا رح نعملها apply. بتساوي او لما يكون عندنا هون متغير بنحسب كل اشي الباقي مجرد constant. لما يكون عندنا متغير مضروب مع constant بضل عندنا بس ال constant اللي هو ال p x. ال x ترانسبوز هي ال variable وال p x هو ال constant. زائد الجريدينت تبع x ترانسبوز p x منخلي x ترانسبوز p p عبارة عن constant وبنعمل الديريفاتيف with respect to x. رح المفروض انه يضل عندنا x ترانسبوز p.
بس الدكتور إيش حاطط؟ X transpose P transpose all transpose. هلأ ليش؟ I have yet to know. Please اكتبوا لي بالكومنتس إذا أنتوا بتعرفوا ليش. أنا حفظتها حفظ. طيب الجواب النهائي اللي هو PX plus P transpose X. هاي طبعا إحنا بنعرفها إنه توزيع الترانسبوز جوا البراكتس بتكون إنه هاي بتصير الأولى مع ترانسبوز وهاي بتعمل شيفت للثانية مع الإكس. أوكي، وإذا بتكون كمان ممكن تعملوا P plus P transpose مضروبة بالإكس هون، يعني بس ناخد كومن فاكتور. فإحنا رح نسوي نفس الشيء هون، رح أفتح براكتس وأحسب أول تيرم. رح أحكي رح أعتبر هون عندنا X transpose AX، هون عندنا X transpose PX. أنا رح يكون عندي نفس الجواب بالضبط بس بالإيش؟ بالA. فرح أعمل AX plus X transpose A transpose. هاي خلص خلصنا أول ترم، مضروبة ب P transpose X اللي هي الجي ناقص ها الديريفاتيف تبع P transpose X مفروض يعطينا P transpose. اوكي مفروض يعطينا P transpose صح، بس اوكي مفروض يعطينا P transpose X نشتق بالX فبيضل عنا P transpose صح؟ يا رب let's just double check. طيب أنا هلأ شيكت السلايدات، الجواب هو P transpose P all transpose أوكي مضروبة ب X transpose A X زي ما هي كله على P transpose X all squared. صح يا جماعة أكاد أنسى، زائد ال Q اللي هي مشتقة هذا الترم، وبس هذا هو الجواب. تمام خلصنا question 2.